بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو النهاردة عن فسحة كده، خروجه. هي مش فسحة، احنا كنا خارجين نشتري شوية حاجات، فلقينا مسابقة بمناسبة مرور عام على افتتاح كارفور، فدخلنا المسابقة وكسبنا 50 جنيه وخرجنا اشترينا بيها حلويات ومشينا. بس كانت لذيذة. يلا قلت اشارككم معايا الفيديو، تعالوا نتفرج عليه. يلا ما شفت على حاجة. بص على الحمرا اللي جالك دي. في واحد كسب 1000 جنيه وفي 100 وفي كله 50. فانا اللي اتأكدت منه في حاجة. لا بقى خليك فاكر ان قدامك. يا رب. ها 50 جنيه. ما دايما احنا دايما بنصحى. برضو مين انا بصوت بس ما كنت انا بصوت انا بيقول في اسئله مش عارفها ممكن تيجي تقول الكوز. خمسين.